الرجاء هذه 8 سنين فاش كنا في المكتب في 3 سنين حققنا على لقب وسالينا الثالثين والثانيين وخلينا سنتر دو فورماسيون خدام فيه لعبة شبان بواحد البوتنسيال كبير وخلينا في الخزينة 12 مليون ديال الدرهم. كنشوفوا بان 8 سنين من بعد كاين واحد العجز المالي كبير، كاين مشاكل قانونيه ودي ليتيج مع اللعابه مع لي فورنيسور يعني كبيره، وكنشوفوا بان غير خدينا غير المشاكل اللي عندنا مع اللعابه القدماء ومع الناس اللي دعوا الرجاء كاين اكثر من 40 مليون ديال الدرهم، 4 المليار. علاش؟ حيت جبنا لعابه اكثر وما قدرناش نخلصوهم ومشاو دعونا وربحوا. دونك انا كنظن المشكل ديال اي نادي في المغرب قبل ما نهضروا على الفلوس خصنا نهضروا على التسيير العقلاني. التسيير العقلاني الواحد يكون عارف شنو عنده وشنو يمكن له يدير، وخصو داك حتى لما كانش فلوس بزاف يستثمرها بذكاء. شنو هي يستثمرها بذكاء؟ يستثمرها في لا فورماسيون ديال اللعابه، حيت لا فورماسيون ديال اللعابه هي اللي كتخليك ما تجيبش لعابه جداد، تلعب باللعابه ديالك وكتمكنك تبيع اللعابه. ملي رجعنا للسنوات المقبله كان الرجاء كيبيع سنويا بين 10 الى 15 مليون ديال الدرهم ديال اللعابه. الا خدينا هاد السنوات يعني ودرنا المعدل ديال الخمسه ولا سته السنوات الاخيره كنجبروا بان هاد الرقم هذا هبط كثير. وهذا العجز عام على عام على عام على عام ما نبيعش وما ندخلش وانما نصرف باش نجيب اللعابه هو اللي خلق المشكل والتوازن. ولهذا حنا غنركزوا كثير على لا فورماسيون وعلى الشبان وعلى لو ريكروتمون دو جون جوار. نعطيكم كمثال، الرجاء دخل 8 اللعابه، في 8 اللعابه كاين 3 اللي جاب بعد 4 ولا 5 المقابلات هما في ليزيكيب ناسيونال. عندنا جوج مشاو ليكيب ناسيونال شان وواحد في ليكيب ناسيونال او 23. هاد اللعابه على الاقل جوج فيهم كانوا كيلعبوا في التروازيام والكاتريام والسانكيام ديفيزيون، ها هما في واحد ظرف 3 شهور ولا 4 شهور ها هما ولاو في ليكيب ناسيونال، هاي القيمه ديالهم تزادت وحنا دخلنا بدينا في الطريق الصحيح، وهذا هو اللي خصنا نستمروا عليه. هذا الشيء ما كيعنيش ما غنلعبوش على الالقاب، لكن غنديروا تسيير عقلاني باش نرجعوا لواحد الرجاء اللي عنده سيوله ماليه وعنده ما نخرجوا من هذا ليتيج ومن هذه المشاكل مع لا فيدراسيون ومشاكل مع لا فيفا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.